لماذا تطاردوه هنا؟ المدينة تطاردها هناك. هذا أثرهم، أعراب يسيرون غربا. إني أعرف عملي. نعم نعم، ومثلك يعرف. يقولون إنك تقتفي أثر الطير بأنفك. هيا لنمضي معهما. يا محمد، اخرج ولك علينا ان نعود بك حيا الى مكه. احذروا، هذه المغارات مليئه بالافاعي. محمد، انكشف امرك، اخرج. ليس هنا، نسيج العنكبوت لم يتمزق. وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكون هنا. لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟ نتجه شمال يثرب. جلت قدرة الله، لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقاً على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن، إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق. هل من شيء؟ لا، ليس بعد. قلبي عليه وعلى أبي بكر. ماذا صنع بهما هذا القيد؟ Yeah.
برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا. مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت. بل في داري يا رسول الله. يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين. اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله، على بركة الله. حل ذكي، اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد. بسم الله، نقيم بيت الرسول. في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله. هنا يحمل على كاهله الأحجار. ألا يكفيك ما قسيت في هجرتك؟ استرح أنت، استرح، نحن نعمل. يأبى إلا أن يواصل العمل. يعلمنا أن العمل عبادة. في 53. وكم عمرك أنت؟ We'll be right back.
بإرادة الله تم بناؤه. كيف ندعو إلى الصلاة؟ صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين. إن وافق رسول الله. وافق النبي. نعم، صوت الإنسان. أنت يا بلال. أنا؟ لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي. يا إخوة الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، فليعانق كل رجل من المدينة رجلاً من المهاجرين، وليتخذه أخاً يقاسمه كل ما يملك، فلتتعانقوا جميعاً إخوة في الله. لم يعد لي الآن إلا أن أشارك عبدي ردائي. اقرأ هذه، محمد ينصب نفسه سلطانا. كيف حال ولدي عندكم؟ فور مشدود إلى الصلاة. ألا تحرق يديك؟ ستحرق البيت كله إن لم تقطع. إنه يأمر وينهى ويسن الشرائع. لقد أعلن أن الولاء الإسلامي فوق الولاء للقبيلة والعشيرة. ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة. لا تغرنك هذه الأقوال، لن يقوى على توحيد قبائل العرب. الخطر يكمن هنا. إن الجار كالنفس، غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. إنه يعني ما يقول، إنه يساوي بين المسلمين وأهل الكتاب. اقرأ ما في وثيقته ليهود يثرب. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم. انظر، إنه يورث المرأة ويعطيها حقوقاً. لم يبق له غير الإبل يعطيها حقوقها. قالها قرآنه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينته. اللعنة، إنه يسلبنا أبناءنا وبناتنا وحياتنا. إنه يقيم ما يسميه الحق على حساب مصائرنا. هذا يكفي.
سنلزمه حدوده. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، حتى أبناؤهم وبناتهم ملك لنا. أيها المهاجرون، اسمعوا أخبارا من مكة. استلبوا كل ما لديكم في مكة، لم يعد لكم هناك درهم ولا دينار. متجر أبي بكر باعوه، حتى بيت النبي لم يسلم من أيديهم. باعوا كل ما لكم ليمولوا قوافلهم. لم تعودوا تملكون شيئا هنا ولا هناك. ألا تحاربون حتى من أجل ما تملكون؟ هل أسمع شيئاً عن القتال؟ وهل لديكم حل آخر؟ والله لا نقاتل إلا بأمر الله ورسوله. لا تسئ فهمي يا حمزة، نحن هنا لا نضيق بكم، أنتم ضيوفنا. لو بقي عندنا رغيف واحد فنصفه لكم. اذهبوا إلى أعمالكم. نقاتلهم يا رسول الله. نعم والله نقاتلهم. هؤلاء الذين بغوا علينا، أخرجونا من ديارنا ثم نهبوها. لا والله ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايتك، فلن نغلب. يا رسول الله، أنا أعرف أنك تدعو إلى السلام، ولكن لو تركناهم نفقد كرامتنا بعد أرضنا يا رسول الله. نقاتلهم. إن كل ما نملكه تحمله قوافلهم، وقوافلهم في متناول أيدينا، فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة. عذراً إن كنت قد رفعت صوتي في حضرتك يا رسول الله، ولكنها غضبة لله ودين الله. قاتلهم يا رسول الله. لا قتال حتى يأذن الله. بلال، انظر إلى الشمس. لم يحن وقت الصلاة بعد.